بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي، كليات الطب، الكليات الصحية، الدراسات العليا، الزملاء الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنجاح والفلاح والصلاح والتوفيق يا رب العالمين. اليوم إن شاء الله حديثنا على الكلينيكال أناتومي أوف ذا لارج انتستين. اللي احنا شايفينه قدامنا دلوقتي ادي اللارج انتستين، ماشي، تبدأ بالسيكم، أبندكس، ascending colon، right colic flexure، transverse colon، left colic flexure، سامعوت left colic flexure، بعد كده descending colon، بعد كده sigmoid colon، بعد كده rectum anal canal، وهنا بنفس النظام اهوت صورة عكسية من الخلف، ماشي، السيكم، بعد كده appendix، ascending colon، left colic flexure، ترانزفيرس كولون، راي كوليك فليكشر، راي كوليك فليكشر، بعد كده راي كوليك فليكشر، ترانزفيرس كولون، ليفت كوليك فليكشر، ديسندنج كولون، سيجموي كولون، ريكتم، اين الكنال. يلا يا شباب، دي طوافة سريعة كده، والكلام ده قلناه سابقا، قلنا ان اللارج انتستين، معلومات سريعة كده، extend the medial end of ileum، آخر حاجة في الإليم لغاية الإنس. يبقى البداية بتاعتها من نهاية الإليم لغاية الإنس، الطول تقريبا بتاعها 1.5 متر في الأرض. الكومبوننت بتاعتها، مكوناتها، سيكم، أبندكس، كولون، ريكتم، أند إينال كانال. واليوم إن شاء الله هنتكلم على الأبلايد أناتومي أو الكلينيكال أناتومي بتاع السيكم والأبندكس والكولون بما فيه الكولون، وبعد كده إن شاء الله هنتكلم على الأبلايد أناتومي بتاع الريكتم والإينال كانال. طب البوزيشن بتاع اللارج انتستين، ماشي، بتبدأ في الرايت إلياك، الرايت ريجون، رايت ريجون، رايت ريجون، آدي الرايت ريجون في الصورة قدامنا هي، رايت ريجون، رايت فلانك، رايت فلانك، رايت هايبوكوندريم، رايت هايبوكوندريم، في الرايت هايبوكوندريم، ماشي، بعد كده ليفت هايبوكوندريم، ليفت هايبوكوندريم، بعد كده ليفت فلانك، بعد كده ليفت ايه جروين اند انتو بيوبك، يعني بمعنى اصح واخده معظم الابدومينال ريجون، اللي هي اللارج انتستين واخده الرايت جروين اهوت، الرايت فلانك او اللامبر، ماشي، والرايت هايبوكوندريم، ادي الرايت هايبوكوندريم، ومعديه من الابيجاستريك ريجون، وبعدها من الابيجاستريك ريجون عشان تدخل في الليفت هايبوكوندريوم وتنزل في الليفت فلانك، وبعد كده في الليفت جروين، وبعد كده هتدخل في البيوبيك ايه ريجون بر. ديت هنقول البوزيشن بتاع اللارج انتستين، واحنا عرفنا الكومبوننت، نقول الكومبوننت الثاني، ادي هنقول السيكم، ابندكس، ادي الكولون، ادي الكولون، الكولون، الكولون كله هو ليه، بعد كده الريكتم، بعد كده الريكتم، عندي اهو الريكتم، وبعد كده الانال كانال. يلا يا شباب، مفهومه كده؟ احنا بنعمل ريفريشمنت على الحاجات اللي قلناها قبل كده. ادي سيكم، ادي الكولون اللي هو اسندنج، رايت كوليك فليكشر، او بنقول الريجن بقى بتاعتنا هي رايت جروين، رايت فلانك، رايت هايبوكوندريم، ايبيجاستريك اهيت، ماشي،
ليفت هايبوكوندريوم، ليفت فلانك، ليفت جروين، ادي البيوبيك ريجن، ادي البوزيشن بتاع اللارج انتستين يا ريس، وادي اللارج انتستين قدامنا اهي، مكوناتها قدامنا اهي في الصوره اهو، ادي السيكم ابندكس، الكولون كله اهو، الكولون بعد كده من ضمن السجمو كولون، بعد كده الريكتم، ادي الانال كانال. مفهوم الصوره؟ مفهوم الكلام؟ يلا بينا. نفس النظام اهو في الصوره قدامنا، سيكم ابندكس اسندنج، ادي الكولون اسندنج ماشي، ادي الكولون كله، وبعد كده الريكتام والانال كانال. طيب بنعمل ريفريشمنت سريع، بنعمل ريفريشمنت سريع على البارتز دي كلها، على الاسندنج كولوم والراي كوليك فليكشر والترانزفيرس كولوم والليفت كوليك فليكشر والديسندنج كولوم. فحطينا الثوابت عندنا ونخلص به، ثوابت حطينا اللينس، حطينا السايت، حطينا الشيب، حطينا البروتينيال كفرنج، حطينا التينيا كولاي، ونكمل في الايه نيكست سلايد. اللينس هنا بتاع الاسندنج كولوم 5 انش، هنتكلم بالانش ولا بالسنتي؟ نتكلم بالسنتي، نتكلم بالسنتي والانش الاثنين مع بعض، ده في الاسندنج ايه كولوم. طيب الراي كوليك فليكشر 5 سنتي، الترانزفيرس كولوم 40 ل 50 سنتي، الليفت كوليك فليكشر 5، الديسندنج كولوم من 20 ل 30 سم. السايد مكان الاسندنج كولوم في الرايت لور كوادرانت، الرايت لور كوادرانت. طيب الليفت الرايت كوليك فليكشر بتوين الاسندنج والترانزفيرس كولوم، الترانزفيرس كولوم بتوين الليفت كوليك الرايت كوليك فليكشر والليفت كوليك فليكشرز. ماشي، بعد كده الليفت كوليك فليكشر بتوين ايه وايه؟ بتوين الديسندنج كولون، ديسندنج اند ترانسفيرس كولون. الديسندنج كولك الديسندنج كولون موجود فين؟ موجود فين؟ من هيمتد من الليفت كوليك فليكشر لغايه الانلت اوف ذا بيلفيس، بنسميه بيلفيك بريم كونتينيو اس سيجمويد كون. طب الشيب، الشيب هيبقى عندي حاجتين مهمين نتكلم فيهم، الراي كوليك فليكشر اكيوت انجل ماشي، والليفت كوليك فليكشر رايت انجل. طب البروتينيال كفرنج بتاع الاسندنج كولوم فرانت اند سايد، الراي كوليك فليكشر فرانت اند سايد ماشي، نخش على الليفت كوليك فليكشر فرانت اند سايد، الديسندنج كولوم فرانت اند سايد. عم نقول البروتينيال كفرنج للكل ترى اهي في الكل فرانت اند سايد. طب نيجي نعمل خصوصيه بقى للترانسفيرس كولوم، الترانسفيرس كولوم عملنا له خصوصيه، الرايت بارت بتاعته ريترو بروتينيه، الرايت بارت بتاع الترانسفيرس كولوم ريترو بروتينيه، الليفت بارت كومبليتلي كفر، كومبليتلي كفر ولو ماشي كوم انت هاز اميزنتري، اميزنتري اللي هي ترانسفيرس ميزو كور. ماشي يا شباب، يبقى ما نيجي ناحيه البروتينيال كفرنج نقول له فرانت اند سايد معانا ترانسفيرس كولوم الرايت بارت ريتروبروتينيوم والليفت بارت كومبليتلي كفر عشان ماسك فيه الميزنتري، بنسميها ترانسفيرس ميزو كور. طب التينيا كولاي، التينيا كولاي في الاسندنج كولون ماشي، واحده انتيريور، واحده انتيريور واثنين، واحده انتيريور واثنين بوستير، واحده انتيريور واثنين بوستيرور، ده ايه الاسندنج كولون زي ما زي زيها بالظبط الديسندنج كولون. يبقى التينيا كولاي في الاسندنج زي الديسندنج، واحده انتيرير واثنين بوستيرور، اما الترانزفيرس كولون هنلاقي اثنين انتيرير وواحد ايه بوستيرور. يلا يا شباب، يلا يا شباب، الريليشنز هنتكلم عن الريليشن سريعا ماشي. عندنا الانتيرير ريليشن للراس كولك فليكشر ماشي، هتلاقي الليفر رايت لوب اوف ذا ليفر، والانتيريور ريليشن اوف ليفت اوف ليفت كوليك فليكشر
هتلاقي الاسبلين، هتلاقي الايه؟ الاسبلين. طيب الانتيريور ليشن بتاع ترانس فيرس كولون، هتلاقي جريتر اومنتوم، هتلاقي الايه؟ جريتر اومنتوم وانتيريور ابدومينال وول. طب ما تيجي نبص بقى للبوستيريور ليشن. البوستيريور ليشن بالنسبه للاسندنج كولون وبالنسبه للديسندنج كولون هنقول كالاتي: نمرة واحد ascending colon الياكس ماكس، الياكس ماسل، اليا كريست، كوادريتس لامبورم ماسل، اوردن اوف ترانسفيرس ابدومينس ماسل، ليور بول اوف رايت كيدني، اليو هايبو جاستريك نيرف، اليو انجوين. الكلام اللي قلناه سابقا وتقروه. بعد كده بالنسبه للديسندنج كولون ماشي، البوستيريور ليشن بتاعته ايه؟ lateral border of left kidney origin of transverse abdominis muscle، بنادي الكلام اللي هناك، quadratus lamborus muscle، iliac crest، iliacus muscle، ilio left psoas major muscle، ilio hypogastric، ilio inguinal nerve، lateral cutaneous nerve of the thigh، femoral nerve. يلا يا شباب، يلا يا شباب. الارتيريال سبلاي، الارتيريال سبلاي اوف ذا كولون، الاسندنج كولون بيتغذى من ايه؟ والترانزفيرس كولون بيتغذى من ايه؟ والديسندنج كولون بيتغذى من ايه؟ الاسندنج كولون برانش اوف سوبيرو ميزنتريك ارت، يا سوبيرو ميزنتريك ارت، انا سوبيرو ميزنتريك ارت اهو، السوبيرو ميزنتريك ارت. هيدينا اول حاجه كوليك برانش، ادي كوليك برانش. الكوليك برانش ده عندي ميدل كوليك اهو، عندي ميدل كوليك، وعندي اليو كوليك، وعندي اليو كوليك، وعندي راي كوليك. يبقى احنا عندي دلوقتي السبيرو ميزنتريك قدامي كوليك برانشز. الكوليك برانشز هي ايه؟ ماشي، اليو كوليك، ادي اليو كوليك، هيدي برانش من اليو كوليك، هيدي برانشز من الراي كوليك، هيدي برانش من الميدل كوليك. ماشي، وتم شرح الحاجات دي سابقا، لكن احنا بنقول ايه؟ ادي ميدل كوليك اهو، هيدينا برانش على الترانزفيرس، يدينا واحد رايت وواحد ليفت. وعندي هنا الاليو كوليك اهو، الاليو كوليك اهو ادانا برانش زود، واحد طالع واحد نازل. وانا عندي هنا الراي كوليك اهو اديني اسينج برانش وديسينج برانش. بعد كده الترانزفيرس كول، ادي الترانزفيرس كول هياخد منين؟ من السوبيرو ميزنتريك، هياخد من السوبيرو ميزنتريك اهو. الراي كوليك هياخد من السوبيرو ميزنتريك، من الراي كوليك ادانا واحد فوق اهو، وبعد كده الميدل كول ادانا الميدل كول اهو. ماشي، ادي الترانزفيرس كول ما هياخد من الايه؟ السوبيرو ميزنتريك، عن طريق الميدل كول والراي كول. هياخد عن طريق الانفيرو ميزنتريك، الانفيرو ميزنتريك اهو، هيدينا الليفت كول ويكمل مع الترانزفيرس، اكمل تغذيه الترانزفيرس كول. الديسندنج كول، هذا الديسندنج قدامنا اهو، بنبص للصوره قدامنا اهي، هيدينا منين؟ من الانفيرو ميزنتريك، ادي الليفت كوليك اهو. الليفت كوليك قدام اسندنج برانش وديسندنج برانش. ماشي، بعد كده السيجمويد كولون، السيجمويد كولون هياخد من الانفيرو برضه ميزنتريك، اللي هم بنسميهم انفيرو ميزنتريك ارترز، السيجمويدال ارترز، ادي السيجمويدال ارترز. ادي الرسمه السريعه ماشي اللي بتوضح لنا البلاد سبلاي بتاع الكولون، سواء اسندنج كولون، سواء ترانزفيرس كولون، سواء ديسندنج كولون، سواء السيجمويد كولون، البرانش بتاعه. وقمنا مجمعينها في الصوره اللي قدامنا ديت، اسندنج بياخد من ايه؟ ترانزفيرس بياخد من ايه؟ ديسندنج بياخد من ايه؟ نقولهم تاني ولا احنا شفناهم في الصوره؟ طيب احنا عندنا في برانش زيها من السوبيرو ميزنتري اللي هي كوليك برانش. ماشي؟ في مين؟
الاليوكوليك ارتري. انتيرور سيكل ارتري من الاليوكوليك ارتري، بوستيرور سيكل ارتري من الاليوكوليك ارتري، بعد كده رايت كوليك ارتري. لما بيوصل ترانزفيرس كولون هياخد من السوبيرو ميسنتريك ارتري اللي هي هتديها لنا ايه، برانشز من السوبيرو ميسنتريك اللي هي الرايت كوليك ارتري والميدل كوليك ارتري، وبرانشز من الانفيرو ميسنتريك ارتري اللي هي بنسميها الليفت كوليك ارتري، وبعد كده الديسندنج كولوم ماشي من الانفيرو ميسنتريك ارتري اللي هو الليفت كوليك ارتري. يلا يا شباب، يلا يا شباب. بعد كده عندنا سيجمو كولون سريع كده، يبدا في البلفك بريم. احنا كده دلوقتي يا شباب هنخش على سيجمو كولوم برضه مراجعه سريعه عليه. من كبلفك بريم كونتينيويشن اوف ديسندنج كولوم يا سيجمويد، بقول لك انا جاي من كونتينيويشن اوف ديسندنج كولوم. انا الطول بتاعي من 30 ل 40 سم ومختلف في الاقوال بتاع الطول بتاعته، ما يهمناش، لكن ادي احنا عرفنا ان ال 30 ل 40 سم الترمينيشن بتاعته بينتهي فين. يبقى هو البدايه بتاعته سيجمو كولوم كونتينيويشن اوف ديسندنج، ينتهي السيرت بيس اوف ذا سيكرم، بعد كده يكمل كانه السيرت بيس اوف ذا سيكرم، بعد كده يكمل انه بعد كده له ثلاثه بارتس، ascending part first descending part second ascending part third descending part. ادي البارت اوف ديسندنج، بعد كده ascending، بعد كده ايه descending part. السيجمون كولوم بيتغذى من ايه؟ البلاس سبلاي بتاعته ماشي اللي هي سيجمويدال برانش، سيجمويدال برانش اوف ذا انفيرور ليفت كوليك فيزلز، او سيجمويدال برانش من الانفيرور ميزنتريك ارتري. يلا يا شباب، يلا يا شباب، ادي ايه اللي احنا بنسميه سيجمويدال برانشز. يا سلام، نشرب شيء. سيجمويد كولون فاريشن ان اولوم ان لينس اند لوكيشن. السيجمويد كولون دو فاريشن في اللينس واللوكيشن. هو 36 انش ان يانج تشايلد، ادي سيجمو كول عشان ايه؟ سمول بلفيس. السيجمنت اوف كولون ماي لاي مينلي ان ذا ابدوم. طيب ماشي، دي معلومات بقى، ويراجعوا الايه؟ السيجمو كول الاناتومي بتاعته والريليشن بتاعته. طب نخش بعد كده السيجمويد كولون كانسر، دي كومن سايت فور كانسر، كومن سايت بتاع اللارج باول. السبب بتاعته الليمفاتيك فيسلز اوف سيجمنت اوف ذا كولون درين التيميتلي انتو انفيرو ميزنتريك ليمف نودز. ماشي، البروسيدور بقى كانسر سيجمنت كولون كانسر، الكولون از ريموفد فروم ليفت كوليك فليكشر، نشيل الكولون ريموفد في ليم ليفت كوليك فليكشر لغايه الديستال بارت اوف سيجمنت كولون، والترانزفيرس كولون يبقى احنا بنشيل الليفت كوليك فليكشر والديسندنج كولون ونهايه السيجمنت كولون اللي هي الثيرد بيس اوف ذا سيكرم، ونقوم جايبين الترانزفيرس كولوم نعمل له انستموزس مارد. ماشي، بنقول ايه بقى؟ اكستنسيف ريسكشن اوف ذا جت ات از اسوشيتد بوز ليمفاتيك فيلد از نيسيسري تو اكسبايريت ذا جروس، ركز جروس اند لوكال ليمفاتيك ميتاستاسيس. ركز، الاكستنسيف ريسكشن اوف ذا جت والاسوشيتد ليمفاتيك فيلم از نيسيسري تو اكسبايريت ذا جروس اند لوكال ليمفاتيك ميتاستاسيس. يلا يا شباب، يلا يا شباب، اوبا خلصنا كده الكانسر بتاع سيجمنت كولون. طب احنا عايزين نشوف بقى نعمل كشف عنه بحاجة بنسميها سيجمويدوسكوبي.
يبقى هنتكلم دلوقتي يا شباب على السيجمويدوسكوبي. اتكلمنا قبل كده على الكولونوسكوبي وهنتكلم على السيجمويدوسكوبي. تعريفه ايه؟ فليكسيبل تيوب فيتد ويز لينسز انتروديوس ثرو انس خلال الانس اند كيرفولي باسد اب ثرو. نركز بقى كيرفولي باسد اب ثرو ان الكنل، هيدخل خلال ان الكنل الريكتم السيجمويد كولون استندنج كولون. يبقى السيجمويد اسكوبي له هنعمل به اربع حاجات، هنشوف اربع حاجات. التوب هتدخل في الان الكنل، تعدي الريكتم، تعدي السيجمويد كولون، تعدي الايه، تدخل الديسيمنج كولون. الغرض بتاعه ايه؟ اكزام فحص وتيك بايوبسي موكس من برين. يبقى انا بعمله افحص واخد بايوبسي الميوكس من برين من الايه؟ الانال كانال. اخد لو انا محتاج الانال كانال اخد منها بايوبسي، الريكتم اخد منه بايوبسي، السجمويد كولون اخد منه بايوبسي، ديسندنج كولون اخد منه بايوبسي. ديت ممكن يتعمل وزاوت اناستيزيا او في الاول بيشنت. السجمويد كولون لاي اونلي شورت ديستانس فروم ذا انس، المسافة بتاعته من الانس 17 سم من فتحة الشرج. طيب الديستانس فروم انس تو امبولا اوف ريكتم، الديستانس من الانس لامبولا اوف ريكتم 4 سم، المسافة من فتحة الشرج لغاية الامبولا اوف ريكتم 4 سم. تحفظ الارقام ديت وتركز في الارقام دي. يلا يا شباب يلا يبقى ان 17 سم ديت ايه؟ من فتحة الشرج لغاية السيجمويد، من فتحة الشرج لغاية الأمبول أوف ريكتم 4 سم و17. خليك لماح وركز. طب أنا هعمل السيجمويد ديسكوبسي إزاي؟ أول حاجة العيان ينام على الجنب الشمال، نيمه على الجنب الشمال ليفت لاترال بوزيشن، ليفت لاترال بوزيشن، والركبه الشمال متنيه، وتثني الركبه الشمال وتفرد الركبه اليمين. يبقى ينام على جنبه الشمال مع تاني الركبه الشمال مع فرد الركبه اليمين. المنظر قدامنا هو عن الايه الليفت لاترال، الليفت لاترال بوزيشن نايم، تاني ركبته اليمين اهو، وبعد كده فارد ركبته الشمال. في وضع تاني، في وضع تاني ان انا بنيمه بليز نيلينج، النيشيس بوزيشن، الركبتين مضمومين على صدره، يبقى نايم مقرفص، ده وضع تاني. بعد كده ايه اللي بيحصل؟ ندخل السيجمويدوسكوب، نركز والله يا شباب، ندخله جيني تلبيه لو انسيرت للانس، دخل الانس الانال كانال ماشي، يدخل للانس، ادي نمره واحده اهو، دخل الانس للانال كانال ماشي، اتجاه الامبليكس اهو، ادي اتجاه الامبليكس، بصوا للرسمه دي يا جميل، ادي اتجاه الامبليكس. يبقى ده اول واحد بدخله ماشي للانس، الانال كانال، هوصل للانال كانال اهو في اتجاه الامبليكس اهو ماشي. حلو الكلام. بعد كده جينيتال بوت فيرم، جينيتال بهدوء فيرم بريجر ماشي، اريا اهي فيرم بريجر ابلايد تو اوفر كم ريزيستنت، تضغط بهدوء عشان اوفركم، تغطي الريزيستنس اوف انال سفنكتر. بعد كده ادي نمره اربعه، نمره خمسه، المسافه اللي احنا بنقول عليها ديت 4 سم من الانس ايه ماشي، ندخل افتر ديستنس اوف 4 سم
اللي هي هنوصل للريكتال امبولا. اكسس بوينت بقى، وصلنا ريكتال امبولا، التيب بتاع السيجمويدسكوب، التيب بتاع السيجمويدسكوب دايركتد نمره اتنين اهو، ريكتال امبولا دايركتد بوستيرور ان ميد لاين. بعد ما دخلنا 4 سنتي هنتغير بقى من اتجاه الامبيلكال لبوستيرور في الميد لاين، عشان فولو تمشي السكرر كيرفز، عشان تمشي في السكرر كيرفز اوف ذا ريكتم. طيب بعد كده سلو ادفانسد ماشي is made under direct vision، وانت ماشي شايف. بعد كده هنعمل ايه؟ سلايد تو سلايد سايد سلايد سايد تو سايد موفمنت نيسيسري، تمشي من جنب لجنب كده سايد تو سايد موفمنت، حركه جانبيه راحه جايه مهمه. ليه؟ تو باي باس، عشان نغطي نمشي من الريكتال فولبس، يبقى بهدوء نمشي ماشي سايد تو سايد موفمنت. اهم شيء السايد تو سايد موفمنت عشان الترانزفيرس ريكتال فولبس، دي ده تقولون عليه سايد تو سايد موفمنت اساسيه عشان نمشي نعدي الترانزفيرس ريكتال فولبس. لما نوصل بقى ماشي نوصل 15.5 سنتي اللي هي 17 سنتي بقى، عشان نوصل للسجمويد فروم هنا المارجن ريكتو سيجمويدو سيجمويد جانكشن، في ايه وصلنا الريكتو سيجمويد جانكشن في 16.25 سنتي، عشان كده الارقام دي مهمه 4 سم و17 سم. عند ال 16 وربع وصلنا الريكتو سيجمويدال جانكشن. يلا يا شباب، يلا يا شباب، يلا يا شباب، ديت الصوره ديت شرح الكلام اللي احنا قلناه، دي شرح الكلام اللي احنا قلناه ماشي، ان العيان في الليفت على الليفت سايد والليفت ني والرايت ني اكستند، دي الحاجات اللي احنا شرحناها قبل كده. يلا يا شباب، بعد كده السيجمويد، وصلنا الريكتو سيجمويد جانكشن ماشي اللي هي 16 وربع سنتي، السيجمويد كولون هير بند بينتني فورورد اند تو ذا ليفت، يبقى السجمو كولوم فور هي ميل فورورد اند تو ذا ليفت، اند اليومن ابير تو ان بلاين دي ساك، نهايه الطريق ايه المسدود. بعد كده الانجيوليشن ديت بقى نتفاوض معاه، نتفاوض مع الانجيوليشن ديت او البندنج دي تو نيجوشيت ذيس انجيوليشن، التيب اوف سيجمويد سيجمويد ديسك بي ماست بي ايه دايركتد انتيرور اند بيشنت تو ذا ليفت سايد، ادي الوضع الثالث اهو، بعد ما كان بيصير يبقى انتيرور عشان نتفادى الانجيوليشن. ذيس مانوفر ماي الحاجات اللي احنا بنعملها ممكن تسبب الم ديسكمفورت في انا الكنل، ممكن تسبب الم في انا الكنل من الديستورشن الشد عليه على الانا الاسفنكتر باي طول الشافت اوف سيجمويد سكوب. نركز يا شباب، نركز ان ممكن العيان يتالم عشان الشافت بتاعت الميكروسكوب موجوده في الانا الاسفنكتر. نمره 13 الانسترمنت هتعمل استرتش على الوول اوف ذا كولون ماشي، تدينا كوليكي بين اللور ابدومين ماشي، مجرد ما الانسترمنت
تدخل السيجمويد كولون، ده كل ما تعب من قبلها لو دخل من السيجمويد كولون ماشي بس سؤال خلاص سمول سموثلي الون فول اكستندد اند يوزنج فول لينس اوف سيجمويد سكوب عشان تدخل الديسندنج كولون. كبقى دخلت كده ديسندنج كولون ماشي السيجمويد سكوب بعد كده ناو بي سلول نسحبه بهدوء كيرفولي انسبكتنج بعد ما طلعنا بنشوف الموكس ممبرين. هنشوف بعد كده النورمال ريكتال والكلينيك ميكوزا. هنشوف الديسندنج بقى شفنا الديسندنج وبعد كده ندخل النورمال ريكتال والكلينيك ميكوزا ممبرين اس سموث بمواصفات الجليستنينج بالبينك ويز ان اورانج تينج. البلاد فيزلز هنشوفه في الميكوزا الحاجات اللي هنشوفها كبير سين. الميوكاس ممبرين صابل ويز موفي ايزابل اوفر ذا اند اوف سيجمويد سكوب ماشي. ادي السيجمويد سكوب بهدوء خالص. يلا يا شباب طب الكومبليكيشن بتاع السيجمويد سكوب اتعاملنا بعنف شوي وما حطناش في الاعتبارات ال 4 سم وال 17 سم وال 16 و 25 و 16 وربع سم اتعاملنا بعنف شوي هيحصل بورفوريشن اوف باول ات ريكتوسيجمويد. الكلام اللي احنا قلناه ريكتوسيجمويد ديو تو ايه فيلينج فشل التعامل تفاوض كيرفولي ويز كيرفز. الكيرفز فشل التعامل مع الكيرفز بين الريكتم اند السيجمويد يحصل بورفوريشن. حصل بورفوريشن الكولينيك كونتينتس هتدخل البروتينيال كيرف. حصل بيرفوريشن الكيرف سجمويد كولون فورم اكيوت انجيوليشن ان سم بيش ويتش ديكريز ديكريز الورك اوف سجمويد سكوب سجمويدو سكوب. ماشي يا شباب يلا يا شباب شكرا جزيلا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.